الزبده طقاوي الظهر اخر اسمه، يقول لما ترد عليه؟ انا ما رديت على عيال القبائل، تبوني ارد على عبد خاله بقايا حجاج؟ عيب عليكم يا الربع. اي والله يا جماعه الخير انه فعلا عيب، بس العيب الحقيقي انه لسه باقي عينات من هذا الكائن لسه عايش معانا، يروح ويجي وياكل ويشرب. في الاونه الاخيره ظاهره زي هذه بدات تطلع على السطح، هي كانت موجوده من زمان لكن انه مستمره لين ذحين، هذا هو الشيء الغريب. هي مرت علي ومرت عليكم كثير، لو تتذكروا السالفه اللي صارت بين الكابتن عمر هوساوي وواحد من هذه العينات، او برضو اللي كان في برنامج رياضي اللي كان بينه وبين عدنان جستينية وبقايا حجاج وكلام. فالموضوع انا احس انه ما هو غريب ولا هو جديد، مع انه المواضيع هذه كانت مؤلمه وجارحه، الا اني عمري ما رديت بشيء زي كذا. ليش؟ لقناعه راسخه بانه كل من يمارس هذا الفعل هو انسان جاهل وسفيه. صعبة ترد على إنسان سفيه، أفضل رد على السفيه هو السكوت، عشان حتى ما تخش في نقاش مع واحد سفيه ويلخبط إنسان محايد بينك وبينه، مين اللي له حق ومين اللي ما له حق، مين الصح ومين الغلط. وكنت وما زلت مؤمن بمقولة الإمام الشافعي يوم يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الاحتراق طيبة. اليوم أبستسمح متابعيني وأبستسمح كل من يعرفني، أنا مضطر أنزل، ولما أقول أنزل هي مين شوفت نفس، وإنما أنزل في مستوى الفكر، لأنك عشان تتخاطب مع العالم هذه لازم تنزل لها، فمعليش. وكمان الكلام هذا مو عشاني ولا عشان أي واحد يملك هذه البشرة ولا عشان الجاهل هذا نفسه، وإنما عشان من يتابع المقطع في هذا العصر اللي احنا عايشينه 1438، أو اللي حيشوفه بعدين من الأجيال الجاية، لازم يعرف إنه هذه كارثة مصيبة الشيء اللي قاعد يصير. يستمر؟ لا، ما حنسكت. طفح الكيل. كونك يا عنصري تيجي تمارس عنصريتك في مجتمع أول شيء مسلم، في مجتمع حضاري ومتحضر، والناس تسكت لك، هذا ما يعني أنه أحد خايف منك، هذا يعني أنه إحنا معتبرينك جاهل أو مسكين بعدين يتعلم. لكن أنا مضطر اليوم أرد عليك، كل كلمة قلتها عنصرية لها 20,000 رد، لكن خلينا أخذك حبة حبة. لما تقول لفظ أو كلمة يا عبد وأنا أقول لك والله كلنا عبيد الله، هذه جملة مستهلكة ومعروفة وكل الناس تعرفها. لما أقول لك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، برضو أحس أنه كل الناس تعرف الآية هذه إن شاء الله. لما أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، برضو أحس الحديث هذا الناس تعرف. لكن خليني أجيك في الحاجة اللي أنت ما تعرفها أو كثير من الناس ما يعرفوها. شوف يا سيدي، هو أكيد لك أصول ومرجع من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بالنبوة وبعث للأمة ونزل القرآن وذكرت الآية ودعم الرسول صلى الله عليه وسلم الآية بالحديث، والحادثة اللي صارت بين بلال بن رباح وأبي ذر يوم الرسول قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. اللي ما تعرفه الفترة طويلة يا مفتري، 1400 سنة ما زال نفس الفكر الجاهلي متأصل وموجود. الشيء الثاني والمهم واللي لازم تعرفه وغيرك يعرفه، هو انه صح كان في فترة الرق والاستعباد والعبيد، ولكن مو اي انسان موجود على وجه الكرة الارضية يحمل هذه البشرة السوداء انه هو عبد او استعبد او قبيلة استعبدت. في ناس لم يستعبدوا ابد، بل لو ترجع للتاريخ، بس المشكلة انت جاهل. يعني انا اقول لو مثلا واحد يحكيك انه كيف كانوا الاوروبيين في فترة من الفترات يسافروا لافريقيا ويخطفوا الافارقة هذول خطف ويصطادوهم صيد، ياخذوهم يودوهم على اوروبا ويعذبوهم ويستعبدوهم، يعني كان غصبا عنهم ولدتهم امهم احرار واستعبدوا. وهذا الكلام ابدا ما ينطبق على كل السود. ايام الرق والاستعباد كان في عبيد بيض وكان في سود. اسأل نفسك الان فين اللي كانوا بيض وتم تحريرهم، اندمجوا مع المجتمع وعادي، يعني خلاص حقبة زمنية وانتهت. المصيبة الكبرى والعظمى انك تقرن اللون بالعبودية، اسود فهو عبد خلاص انتهى، هذا قمة الجهل والانحطاط. لذلك اقدم الشكر الجزيل لصاحب هذا المقطع. تعرفوا اللي وده يسئلك بس يمدحك لما قال بقايا حجاج؟ طيب كويس، مو بقايا بياعين مخدرات، مو بقايا شوية حنشل وقطع طرق، مو بقايا قتالين قتلة، مو بقايا مجرمين، بقايا حجاج. لو بنفصلها نفهم منها انه اول شيء بشر مسلمين جول الحجة والعمرة، اخر شيء حجة ولم يعد.
زمان يا ابني كانت الدنيا مفتوحة وأرض الله واسعة والإنسان فيما لقى راحته النفسية بيجلس. حتى البدو الروح كانت أساس رحلته واستقرارهم، يستقروا في المكان اللي يرتاحوا فيه واللي يحسوا إنه هذا مناسب للرعي. آخر حاجة بتكلم فيها يقول أنا ما رديت على عيال القبائل، تبوني أرد على بلا 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 بلا. يا جاهل، القبائل مو بس اللي موجودين على أرض المملكة العربية السعودية، ولا اللي موجودين في الخليج، ولا اللي موجودين في الوطن العربي، وإنما موجودين في شتى بقاع الأرض. لما الله خلقنا قسمنا شعوب وقبائل، فكل له أصله، سواء ينتمي لشعب أو لقبيلة أو له احترامه. واللي ما عارف أصله هذا، بس ما عارف أصله يمكن ما له ذنب في الموضوع. واللي ما يعرف أصله هذا الشيء ما يقلل من قيمته كإنسان أبدا، لأنه الإنسانية مقدمة على الدين. تعامل الإنسان كإنسان قبل ما تعامله بقال الله وقال الرسول. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقياس هو التقوى، هذا دليل أنه أصلك وفصلك وعرقك أبدا ما يشفع لك، لأنك لك نهاية في الأخير. لو كان الأصل والفصل يشفع كان نجا من العذاب أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس وأولى الناس أنه ينجو من العذاب لأصله وفصله وقربه للرسول. يقول رسولنا الكريم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، صدقني 70 هذه قليلة في عمر الكون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء تسويه وكل شيء تقوله مكتوب، فخلي يكون مكتوب لك حاجة كويسة. ما أقول لك ما في مقياس في الدنيا، في مقياس في الدنيا وفي مقياس في الآخرة. المقياس اللي في الدنيا من وجهة نظر متواضعة هي العقل والفكر والثقافة والعلم والأخلاق. مقياس الآخرة وكل الناس تعرفه هو التقوى، اللي تسويه في دنيتك عشان آخرتك. آسف على الإطالة، إن شاء الله تكون الفكرة وصلت. تحياتي.